أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. اللَّهُ أَكْبَرُ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. صدق الله.